السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض يونت 8 أو الوحدة التامنة، منهج كونكت بلس برايمري 1، الصف الأول الابتدائي. وإن شاء الله هنشرح الجزء الأول النهاردة منها، متضمن الجرامر، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنوان يونت 8 of to work. of to work يعني الى العمل، وده expression او مصطلح معناه الى العمل. يلا بينا نروح نشتغل. فهنا بيكلمنا عن الوظائف المختلفة والأماكن اللي بيبقى موجود فيها أصحاب الوظائف دي. وطبعا لازم نحفظ الكلمات الخاصة باليونت دي. فالكلمات بتنقسم للوظائف أو jobs، والأماكن بتاعة العمل اللي هي places of work. وطبعا هناخد بعض الأفعال. وفي ختام الدرس إن شاء الله أنا هشرح لكم النهاردة verb to be، او فعل يكون في الـ present simple باشكاله المختلفة، علشان نبقى فاهمين ونستفيد مع بعض. اول حاجة teacher. teacher يعني مدرس او معلم. teacher يعني معلم. teacher. تاني حاجة engineer. engineer يعني مهندس. engineer. ثالث حاجة doctor. doctor يعني طبيب. doctor. nurse. nurse يعني ممرضة. nurse. firefighter. firefighter يعني رجل الإطفاء. firefighter. dentist. dentist طبيب الأسنان. dentist. police officer. police officer يعني ضابط الشرطة. police officer. baker. baker الخباز أو خباز. baker. architect. architect مهندس معماري. architect. carpenter. carpenter النجار. carpenter. chef. chef طباخ أو طاهي. chef. journalist. journalist صحفي. journalist. farmer. farmer مزارع. farmer. وطبعا دي كانت الوظائف اللي مفروض نحفظها في يونت 8. وتاني جزء من الكلمات الهامة اللي لازم نحفظها مع بعض هي متعلقة بالأماكن بتاعة العمل أو places of work، أماكن العمل places of work. والأماكن هي hospital. hospital مستشفى. hospital. farm. farm مزرعة. farm. police station. police station نقطة البوليس أو نقطة الشرطة أو مركز الشرطة. police station. school. school مدرسة طبعا كلنا عارفينها. school.
وطبعا في مجموعة من الأفعال هنعرفها في يونت 8. الأفعال دي هي help، help يعني يساعد، help teach، teach يعني يعلم، teach look after، look after يعني يعتني بيه، ودي بتيجي للانيمالز او الحيوانات، لما بتيجي تعتني بحيوان معين انت بتربيه فاحنا بنقول عليه look after، look after يعني يعتني بيه، يهتم بيه الحيوان اللي هو بيربيه look after. check، check يعني يفحص حاجة، يعني يفحصها ويشوف فيها ايه. هنا check الخاصة بطبيب الأسنان، فهنا check بتيجي للتيس، check تيس، لما تروح لطبيب الأسنان بيعمل check وبيشوف your teeth أو أسنانك علشان يشوف المشكلة جاية منين. check يعني يفحص، وهنا بتيجي بمعنى فحص الأسنان، check teeth. make، make يعني يصنع، make. work، work يعني يعمل، work. وبكده نكون عرفنا الكلمات الهامة اللي لازم نحفظها كويس قوي، قراءة وكتابة، الخاصة بيونت 8 أو الوحدة رقم 8 of to work إلى العمل. وطبعا اليونت هنا بتركز على مجموعة حاجات، أولها طبعا الوظائف والحاجات اللي بتقدمها كل وظيفة، يعني في وظائف بتقدم goods أو سلع، وفي وظائف تانية بتقدم خدمات أو services، زي ما عرفنا في منهج discover أو اكتشف إن في فرق طبعا بين الgood والservice. الgood أو السلع هي شيء ملموس احنا بنلمسه، نقدر ناخده في ايدنا ونروح بيه كمان، اما السيرفيس فهي خدمة بتتأدى ليك، يعني مثلا لما بتروح للطبيب بيعالج اسنانك، فهل يا ترى انت بتاخد معاك الفحص اللي هو بيفحصه الاسنانك ده في ايدك، او بتقدر تاخده وانت مروح الكشف بتاعه مثلا؟ لا طبعا، دي سيرفيس هو بيقدمها لك، وانت طبعا بتكون محتاج السيرفيس دي جدا علشان خاطر بتبقى مريض مثلا او عيان. في وظائف تانية زي مثلا البيكر، البيكر بيقدم جود بتاخدها في ايدك، سواء كانت كيك او بريد، خبز يعني. فطبعا في فرق بين الجودز وبين السيرفيسز، وده طبعا هنشرحه في الجزء الثاني من يونت 8. احنا كده خدنا الكلمات الهامة، وهنشرح verb to be في الجزء الخاص بالجرامر الدرس ده، والمرة الجاية ان شاء الله هنشرح الجزء الثاني من يونت 8 بحيث ان احنا نفهمها كويس ونخلصها مع بعض. فبالنسبة ل verb to be، هو verb to be يعني فعل يكون، انا اكون يعني I am، زي ما احنا شايفين قدامنا اصحابي، I يعني انا، am يعني اكون، وهنا I لوحدها و am am لوحدها، والاثنين معناهم وهم مكتوبين جنب بعض انا اكون. ففي short form او كتابة او طريقة مختصرة لكتابة I am، بنشيل الـ A الموجودة في النص دي وبنحط حاجة مكانها اسمها apostrophe. الابوستروفي دي بتحل محل الـ A، فهنا بتكون I am برضو، بنقول I am برضو، بس هنا الـ A مش موجودة، حطينا مكانها apostrophe، ودي الشورت فورم او الشكل المختصر لكلمة I am، انا اكون، وطبعا ده الطريقة المختصرة ليها. فهنا طبعا لما بحب اقول انا لست اكون، هنا I am انا اكون، لما احب انفيها بقى واقول انا ما لا اكون، انا لما انا اقول لك مثلا I am student، انا طالب، I am student، انا طالب، انا دلوقتي عايز اقول لك لست طالب، انا لست طالب، فهقول لك I am not student. فnot هنا بتيجي بمعنى لست، او بتيجي للنفي،
بتقول أنا لا أكون I am not I am not student أنا لست طالب I am not doctor أنا لست طبيب I am not engineer أنا لست مهندس فI am not أنا لا أكون ودي صيغة اسمها صيغة النفي وهنا طبعا اللونج فورم بتاعتها أو الطريقة العادية بتاعتها الشورت فورم زي ما احنا عرفنا بنشيل الـ A بتاعت am وبنحط مكانها apostrophe وبتقول I am not برضو نفس المعنى أنا لا أكون بس دي الطريقة المختصرة للكتابة بتاعتها وأصحابنا الإنجليز ابتكروا الطريقة دي علشان يختصروا في طريقة الكتابة بتاعتهم طب لو أنا عايز أسأل عن طريق استخدام verb to be عايز أقول مثلا هل أنا أكون فهجيب الـ am اللي هي الـ am قبل الـ I وأقول am I هل أنا أكون am I هل أنا أكون يعني مثلا أنا عايز أقولك هل أنا أكون طالب هل أنا هو أنا طالب am I student هو أنا طالب هل أنا أكون طالب am I doctor هل أنا طبيب am I engineer هل أنا مهندس فأم I هنا بمعنى هل أنا أكون ودي طريقة صياغة السؤال عن طريق استخدام verb to be فمرة تانية I am أنا أكون I am أنا أكون I am not أنا لا أكون I am not أنا لا أكون Am I هل أنا أكون طب بالنسبة ليو يو يعني أنت لما باجي أقولك أنت تكون بقولك يو آر يو آر أنت تكون يو آر طب أنا عايز طب الطريقة المختصرة بتاعت يو آر إيه بنشيل الـ A برضو بتاعت آر ونحط مكانها apostrophe وبتبقى بنفس المعنى يو آر أنت تكون طب أنا عايز أقولك أنت لا تكون بقول لك you are not you are not أنت لا تكون فأنا عايز أقول لك مثلا أنت طالب فبقول لك you are student you are student أنت طالب طب أنت لا تكون طالب فبقول لك you are not student you are not student أنت مش طالب أنت لا تكون طالب والطريقة المختصرة بتاعت you are not ما بنشيلش الـ A بتاعت الـ R بقى بنشيل الـ O بتاعت not فبتبقى you are not بالطريقة دي you are not أنت لا تكون بنشيل الـ O بتاعت not ونحط مكانها apostrophe زي ما احنا شايفين وبرضو بتبقى بنفس المعنى you are not طب أنا عايز أسأل عن طريق استخدام verb to be وعايز أقولك هل أنت تكون فبقولك are you عايز أسألك أقولك هو أنت طالب Are you student هل أنت طالب هل أنت تكون طالب Are you student هل أنت طالب فبجيب الـ R قبل you وبتبقى Are you يعني هل أنت تكون طب بالنسبة لهي she هي في اللغة الإنجليزية يعني she فلما بحب أقول هي تكون بقول she is she is هي تكون she is student هي طالبة she is student هي طالبة طب والاختصار بتاعها أو الشورت فورم بتاعتها بشيل الـ I بتاعت is وبحط مكانها apostrophe زي ما احنا شايفين فبتبقى برضو بنفس المعنى she is هي تكون طب أنا عايز أقول هي لا تكون هي مش لا تكون هي مش طالبة فبقول she is not she is not student هي لا تكون طالبة هي مش طالبة she is not هي لا تكون طب والاختصار بتاعها الشورت فورم بتاعتها بنشيل الـ O بتاعت not وبنحط مكانها apostrophe وبتبقى برضو بنفس المعنى she is not يعني هي لا تكون طب أنا عايز أسأل وأقول هل هي تكون بجيب الـ is
قبل الشي زي ما احنا شفنا في الأمثلة اللي فاتت، بقول is she، هل هي تكون؟ is she student، هل هي طالبة؟ هل هي تكون طالبة؟ is she student، هل هي طالبة؟ is she يعني هل هي تكون. طب هو يعني he، لما بقول هو يكون بقول he is، he is a student، هو طالب. he is. طب الاختصار بتاعها بنشيل ال i بتاعة ال is وبنحط مكانها apostrophe وبتبقى he is برضو زي ما احنا شايفين بنفس المعنى هو يكون. طب انا عايز اقول هو لا يكون، فبقول he is not، he is not هو لا يكون، he is not. والاختصار بتاعها او الشورت فورم بتاعتها بنشيل ال o بتاعت not وبنكتب he is not برضو بنفس المعنى هو يكون، وبنحط مكان ال o بتاعت not الابوستروفي زي ما احنا عارفين. طب انا عايز اسأل واقول هل هو يكون، فبقول is he، بنجيب ال is قبل he وبتكون معناها هل هو يكون. is he a student، هل هو طالب. is he student، هل هو طالب. is he، هل هو يكون. طب لو حبينا نتكلم عن حاجة من الحاجات الجماد أو كائن أو حيوان مثلا غير عاقل زي قطة أو كلب أو أي كائن غير عاقل، فبنسميه it. it بتيجي للكائنات الغير عاقلة، للحيوانات يعني، وللجماد كمان، بوك والبنسل والأي حاجة من الحاجات الجماد اللي هي غير عاقل، فبنقول عليها it. لما بنقول عليه هو أو هي يكون لغير العاقل بنقول it is. it is يعني هو أو هي يكون لغير العاقل. فمثلا أنا عايز أتكلم عن الكلب بتاعي أو القطة بتاعتي، فبقول it is، هو أو هي يكون. والاختصار بتاعها أو الشورت فورم بتاعتها بنشيل ال i بتاعة ال is ونحط مكانها apostrophe وبتبقى معناها its. its هي نفس المعنى بتاعة it is، هو يكون أو هي تكون لغير العاقل. طب أنا عايز أقول هو أو هي لا يكون لغير العاقل، بقول it is not. it is not يعني هو أو هي لا يكون لغير العاقل. مثلا أنا بكلم عن القطة بتاعتي فبقول عليها it is not a dog، هي ليست أو هو ليست كلب، دي قطة مش كلب، فبقول لك it is not a dog. it is not a dog يعني ده مش كلب، دي قطة. طب لو عايز اختصرها واكتبها بالطريقة المختصرة بقول it isn't. it isn't بنشيل ال o بتاعت ال not وبنخليها بنحط مكانها apostrophe زي ما احنا شايفين، وبتبقى معناها برضو هو أو هي لا يكون لغير العاقل، وبتنطق it isn't. it isn't هو أو هي لا يكون لغير العاقل. طب أنا لو عايز أسأل عن طريق استخدام verb to be وأقول هل هو أو هي يكون، طبعا ده لغير العاقل، فبقول is it. مثلا أنا ماسك في إيدي القلم الجاف بتاعي اللي هو البن، وبقول لك هل هو قلم رصاص، فبقول لك is it a pencil، هو ده قلم رصاص. is it a pencil، فانت المفروض هتقولي no it is not، لا ده مش قلم رصاص، ده قلم جاف، it's a pen. فلما انا اجي احب اسأل واقول هل هو او هي يكون لغير العاقل بقول is it، بجيب ال is، بقول is it، بجيب ال is قبل ال it وبتبقى معناها هل هو او هي يكون لغير العاقل. is it، is it هل يكون او هل تكون. طب نحن in English يعني we، فلما نحب نقول احنا بنكون او نحن نكون بنقول we are. we are نحن نكون. we are، we are students، احنا طلبة، نحن نكون طلبة. we are students، نحن نكون طلبة. طب عايزين نكتبها in short form او بطريقة مختصرة،
بنشيل ال A بتاعة ال R وبنكتب مكانها apostrophe، وبتبقى برضو معناها we are. We are يعني نحن نكون. طب لو عايزين نقول نحن لا نكون، احنا مش طالبة، فبنقول we are not. We are not student يعني نحن لا نكون طلبة. We are not. We are not نحن لا نكون. طب ايه الشورت فورم بتاعتها؟ زي ما احنا شايفين بنشيل ال O بتاعت not وبنحط مكانها apostrophe وبتبقى we aren't. We aren't نحن لا نكون. We aren't. We aren't نحن لا نكون. طب عايزين نقول هل نحن نكون، فبنقول are we. Are we students هو احنا طالبة. Are we students هو احنا طالبة. ف are we. Are we يعني هل نحن نكون. طب اخر حاجة هم، لو بنشاور على مجموعة من الناس فبنقول عليهم هم. هم in English معناها they. هم يكونوا they are. They are هم يكونوا they are. طب عايزين نختصرها ونكتبها in short form، بنشيل ال A بتاعت ال R ونكتب مكانها apostrophe وبتبقى برضو معناها they are او هم يكونوا. They are students هم طلبة، هم يكونوا طلاب. They are students هم طلاب. طب لو عايز اقول هم لا يكونوا بقول they are not. They are not students هم ليسوا طلاب. They are not doctors هم ليسوا اطباء. They are not. They are not يعني هم لا يكونوا. طب ايه الشورت فورم بتاعت هم لا يكونوا؟ بنشيل ال O بتاعت ال not وبنحط مكانها apostrophe زي ما عرفنا قبل كده، وبنقول they aren't. They aren't يعني هم لا يكونوا. They aren't. They aren't هم لا يكونوا. طب انا عايز اقول هل هم يكونوا باستخدام verb to be، فبنقول are they. Are they students هل هم طلاب. Are they doctors هل هم أطباء. Are they engineers هل هم مهندسين. Are they. Are they هل هم يكونوا. Are they. وبكده نكون شرحنا درس النهاردة، وهو درس بسيط وجميل، وإن شاء الله هنكمله على طول يونت 8 في درس جاي. فعايزكم تحفظوا الكلمات الأول كويس جدا وتفهموا verb to be علشان هناخد عليه أمثلة الدرس الجاي. وعايزكم تحفظوا am و is و are يكونوا. am بتيجي مع a و is بتيجي مع a و are بتيجي مع a، ونحفظهم كويس ونفهمهم كويس قوي. الفهم قبل الحفظ يا أصحابي، علشان هناخد عليهم أمثلة المرة الجاية. وفي الختام أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك، والأهم أنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.